كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن قيام الوزارة باستعدادات مكثفة لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة شرق الحد خلال الربع الأخير من العام الجاري، تمهيدا لبدء تسكين المواطنين في الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تسليم القسائم السكنية للمستفيدين. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها سعادة الوزير إلى مشروع مدينة شرق الحد للتأكد من تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر المتعلقة بالمدينة، والتي وجه خلالها سموه إلى مضاعفة الجهود للإسراع في تنفيذ المشروع وفقا لأعلى مستويات الجودة. وقال الوزير إن نسب الإنجاز المتعلقة بالمرحلة الأولى بالمشروع والمعروفة باسم حي بوشاهين قد شارفت على الانتهاء، حيث اكتملت جميع الأعمال الإنشائية في 885 وحدة سكنية، وأن نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية قد بلغت 90%، فضلا عن وصول نسبة الإنجاز في أعمال تجهيز 498 قسيمة سكنية إلى 88%، الأمر الذي يؤهل المشروع لتشغيل مرحلته الأولى. وخلال الجولة اطلع وزير الإسكان على سير العمل في كافة مراحل المشروع، والذي يشهد في الوقت الحالي بناء 2827 وحدة سكنية تتراوح نسب الإنجاز بها ما بين 15 إلى 100% على صعيد الأعمال الإنشائية فضلا عن أعمال البنية التحتية. ووجه وزير الإسكان إلى ضرورة تكثيف الاستعدادات لافتتاح حي بوشاهين الذي يمثل المرحلة الأولى من المشروع من بين 5 أحياء سكنية ستكتمل نسب إنجازها في المراحل المقبلة على التوالي، وذلك حتى يتسنى بدء تسكين وحداته. اليوم اطمأننا عن سير العمل في مدينة شرق الحد، ولله الحمد أيضا هي مع المدن الأخرى من الواضح أنها تشهد أيضا تسارع في نسب الإنجاز. اليوم طبعا مدينة الحد قريبة من تشغيل المرحلة الأولى والثانية بمشيئة الله تعالى على يعني الربع الأخير من هذا العام. اليوم أيضا بعد تم توصيل الطريق اللي يربط الشوارع أو الطرق الرئيسية الخارجية معها، وبالتالي هي أقرب للتشغيل التدريجي. لله الحمد أيضا الوضع مطمن في مدينة شرق الحد، وهناك نسب إنجاز عالية. نتوقع إن شاء الله مع الربع الأخير من هذا العام يكون أكثر من 40% من هذه المدينة جاهزة لتسليمها للمواطنين الكرام، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للقسائم، وما يتيح للمواطنين أيضا الشروع في بناء وحداتهم السكنية. كل الخدمات واصلة لهذه المنطقة من طرق وصرف صحي وكهرباء، مما يجعل المناطق المخصصة للقسائم السكنية أكثر تأهيل للشروع في البناء في أيضا وإنجازها في وقت قياسي.